استاذ سيد، انا يمكن انا قلت في البدايه ان الرياضه مرتبطه بوزارات وكيانات، من اهمها وزاره التربيه والتعليم، لان بيمارس فيها الرياضه اكثر من 20 مليون، وهو هدف استراتيجي لمؤسسه الرئاسه ولكافه الوزارات. 6 وزارات بيتفقوا فيهم مع بعض لرعايه الموهوبين المتميزين، لان انا عندي قاعده رئيسيه، مش ممكن يطلع لي موهوب او متميز الا اذا كان بيمارس نوع من انواع الرياضه. كنت عاوز حضرتك تكلمني عن تدعيم النقابه وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه النقابه عندنا 100,000 عضو، والعاملين في المجال الرياضي قرابه 6 مليون شخص. اللي بيديهم تصريح مزاوله المهنه هي نقابه المهن الرياضيه. بندي تصريح مزاوله المهنه في ضوء ايه؟ في ضوء ان الناس دي بتبقى هل هي ملتزمه ولا لا، في ضوء هل هي فعلا اهلناهم في دورات تدريبيه اساسيه ولا لا. الناس دي لما اهلناها فوجئنا واحنا في الدورات التدريبيه انهم بيشيدوا بنوع الاستقرار، وانهم بيستطيعوا الحصول على الدورات التدريبيه، وان هم مؤهلين، وان هم بيرجعوا الفضل اساسا مش للنقابه بس، بيرجعوها للاستقرار السياسي اللي عمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان كده لما لقينا النداء جاي من كل اعضاء النقابه، اجتمع مجلس اداره النقابه العامه مع مجالس ادارات النقابات الفرعية، وقالوا احنا هنأيد وهنبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكان تأييد جماعي، ما كانش تأييد فردي ولا من مجلس الإدارة، ولكن من كل أعضاء النقابة في على مستوى الجمهورية. وماذا عن مؤتمر مصر في عيون الرياضيين؟ المؤتمر هيكون في دار الأوبرا المصرية في العاصمة، في دار الأوبرا المصرية في المسرح الكبير، وإن هيشترك فيه كافة المسؤولين سواء في قطاع الممارسة أو قطاع المنافسة، من القادة الرياضيين، من رموز الرياضة المصرية، من الأبطال العالميين اللي حققوا انتصارات دولية، عشان نقول زي ما قلت لحضرتك في البداية إن كل واحد منهم سفير جاي يقول للرئيس إحنا هوت بنحبك، بنأيدك، إحنا جايين نبارك لك خطواتك، وجايين نقول إن أنت فعلا لما وعدت وفيت، واحنا جايين النهاردة نوفي مع حضرتك اللي انت عملته، ونقابلك الشيء الايجابي بشيء ايجابي مننا احنا كابناء الاسرة الرياضية المصرية. ما الانجازات التي تحققت في الرياضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الحقيقة اتحققت انجازات في مجال المنافسة، زي الانتصارات الدولية لمنتخب مصر لكرة القدم، وزي الالعاب الفردية اللي اتحققت في السكواش، ده على سبيل المثال للحصر، وزي الكاراتيه ابطال عالميين، وحققنا رقم 1 الترتيب الاول على مستوى العالم، بالرغم ان احنا مش ارباب اللعبة، ده هي اليابان والحاجات دي هي ارباب اللعبة. وزي ما بتكلم حضرتك بتتكلمي على انتصارات جاية في مجال الممارسة، بان البنية الاساسية اللي تمت في على مستوى مصر ده بيعتبر نهضة في البنية الأساسية، فهتزود قطاع الممارسة، فهتزود قطاع المتميزين اللي على مستوى الجمهورية اللي ممكن يحققوا إنجازات إحنا نفخر بيها. ديت لما خدي بالك الناس إذا كانت واخدة الرياضي البطل نبراس، فهم واخدين الرئيس عبد الفتاح السيسي نبراس، وإحنا شفناه في سباق الدراجات، وشفناه لما نزل يجري ويمارس الرياضة عشان يقول أنا هو أنا ورا، او لما اتكلم كلمته اللي احنا بنفخر بيها جميعا لما قال الرياضة قضية امن قومي، كان محق 1000%.